بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، من رضيه الله سبحانه وتعالى أسوة. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الماهر، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يسلط الضوء على أهل القرآن، على المرتلين والمتقنين والضابطين، نسمع تلاواتهم ومشاركاتهم ونعرف ببعض هؤلاء أو من يجب أن نسلط عليهم الضوء من إخواننا وأخواتنا المجيدين العاملين في حقل التعليم القرآني أو المشتغلين بالقرآن الكريم. أردت أن أبدأ هذه الحلقة بالإجابة على سؤال من متصل أو مشارك لنا على صفحة البرنامج، يقول: كيف أقرأ القرآن؟ هذا السؤال سؤال يعني قد يكون المعنى منه كيف أرتب وقتي مع تلاوة القرآن. طبعا كنا قد بينا أن من فضائل القرآن الشيء العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أبي أمامة من حديث مسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بالقرآن الكريم حتى ينال هذا الشرف. فينبغي أن يهتم الإنسان أو أن يلقي ثقاله واهتمامه على هذه المادة، هي مادة كلام الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي له أن يشتغل بقراءة القرآن ويشتغل بتلاوته، فيرتب مع ما يكون من أشغال قد يكون أعرف الناس بها من يسأل أو من يكون يعني أو من يريد أن يشتغل بتلاوة القرآن. فالحمد لله أن يسر الله سبحانه وتعالى كلامه على ألسنة البشر ولم يكلفنا ما لا نطيق. فهذا القرآن أيها السادة أيها المشاهدون ثقيل لا تطيقه حتى الجبال. قال تعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل العظيم الذي لا يطيق أن يعني صمودا ولا يطيق جلدا أمام كلام الله سبحانه وتعالى، فيتصدع ويتشقق. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والإنسان ضعيف كما قال ابن عباس، ولولا تيسير الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان تلاوة القرآن وحفظه ما استطاع الإنسان أن يعي تلاوته ولا يعي قلبه القرآن الكريم. ولهذا ينبغي أن يسدد الإنسان فيقرأ القرآن متى وجد من نفسه نشاطا من أوقات الصباح أو أوقات المساء، فيقرأ ما تيسر. لا يكلف الإنسان نفسه إذا كان له من العذر الشرعي ما يشغله عن هذا. أما أنه يتحجج بأشغال واهية فنقول ينبغي أن يجتهد وأن يجعل لكلام الله سبحانه وتعالى وقتا يعني يقرأه صباحا، يقرأه مساء، يقرأه بين هذه الأوقات. فربنا سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن منه. الحمد لله أن يسر كلام الله سبحانه وتعالى على ألسنة البشر كما قال ابن عباس، ولولا هذا التيسير لما استطاع الإنسان أن يعي من هذا القرآن شيئا. فلا تطيق الجبال ولا
لا يطيق هذا الخلق العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وكيف يظهر هذا الإنسان أمام هذا الجبل؟ فربنا سبحانه وتعالى قال: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها. فهذا الخلق العظيم الذي لا يساوي الإنسان أمامه شيئا لا يطيق كلام الله. ولولا تيسير الله بعد فضل الله سبحانه وتعالى لما وسع الإنسان أن يقرأ، ولا وسع الإنسان أن يحفظ. ولهذا يسدد الإنسان ويقارب في أوقات الفراغ، فيشتغل بقراءة القرآن، ويشتغل بحفظه إن كانت منه العزيمة والطاقة، حتى ينال هذا الفضل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. معنا اتصال، نعود إلى السادة المشاركين لنا في برنامجنا الماهر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا الأخت الكريمة. شكرا، بارك الله فيك. الأخت من أي منطقة؟ من خميس مليانة. أهلا بناس خميس مليانة، تشاركين بتلاوة؟ نعم. تفضلي، استعيذي وانطلقي وانتبهي للتوجيهات، بارك الله فيك. وفيك بارك. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة، شدي الياء مليح، أيان. نعم. يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف البصر. وسي البصر، البصر. فإذا برق البصر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا أقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم. ولو ألقى معاذيره. لماذا قرأت ولو ألقى؟ ولو ألقى. ولو ألقى، قريتي لماذا؟ فيها إمالة نعمان. نعم، علاش الإمالة؟ متى نجيب الإمالة؟ تقرأين بالتوسط؟ تقرأين البدل تقرأينه بالتوسط؟ نقرأ برواية عشر. مفهوم. إذا قرأي ولو ألقى بالفتح. لماذا؟ لأن هذا الموضع يدل على حكم، لهو ذات ياء. مفهوم؟ إذا كان قريت البدل بالقصر لابد له من الفتح. وإذا قريت البدل بالتوسط تقلي كما قريت أنت تقرأين البدل بالتوسط أم بالقصر؟ بالتوسط. واصلي صح. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك.
إذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه. نعم. فإذا قرأناه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. استمعي، فاتبع قرآنه، فاتبع بع قرآنه. فإذا قرأناه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك. كم عمرك الأخت الكريمة؟ 20 سنة. الله يبارك، ما شاء الله. أنت راكي تدرسين الأحكام، أحكام التجويد، حتى عرفتي باللي كاين توسط وبدل وفي البدل وقصر وطول. نعم. تقرأين على شيخ أم عصامية؟ أنك شيختي كانت تقريني. جيد، ما شاء الله، واصلي. لكن انتبهي، شوفي أنت يا تعرفين التحرير تاع البدل مع الأحكام الأخرى من ذات ولين. لا ما نعرفهمش. جيد، ما شاء الله، ربي يجازيك، ما شاء الله، مشاركتك شرفتنا وقراءتك طيبة، ما شاء الله، واصلي على ما أنت عليه يا الأخت الكريمة، وزادك الله حرصا، واصلي مع الشيخة تاعك، وإن شاء الله تنالي الخير العميم. بارك الله فيك. إن شاء الله وفيك بارك. جزاك الله عنا كل خير. شكرا، سلام عليكم. شكرا، بارك الله فيك. أهلا بالأخت الكريمة وأهل من خلالها أهل الخميس مليانة. طبعا ننبه إلى شيء مهم، حتى ولو لم يظهر في طريق القارئ بدل ثم ظهر وهو يقرأ لين أو ذات ياء، فعلى ما كانت نية الإنسان أن يقرأ به مقدما. ولهذا لما قرأت الأخت ألقى معاذيره، أنا ما كنت يعني أظن أني مثلا نقول باللي الأخت مثلا تقرأ بالقصر أو بالتوسط، لا أعرف نيتها في ذلك، ولهذا سألتها. وينبغي على القارئ إذا قرأ برواية ورش من طريق الأزرق أن يكون أو أن تكون له نية القراءة، فيقرأ ورشا من طريق الأزرق مثلا بنية قصر البدل، فإذا لم يصادف وهو يقرأ بدلا ما ولم يعرف السامع بأي وجه من أوجه البدل بالضرورة، لا يعرف لأنه لم يصادف بدلا، ثم صادف حكما من أحكام الذوات ذوات الياء أو حكما من أحكام اللين لين المهموز، ثم طبق عليه الحكم الذي يمشي مع التحرير أو يسير مع التحرير، كان له ذلك، إلا أنه ينبغي أن يكون عارفا بما هو مقدم عليه. بارك الله فيك الأخت الكريمة على هذه المشاركة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. إنما لابد من أن يواصل الإنسان في طريق تعلم القرآن حتى ينال به مراتب أعلى من هذه المراتب. معنا اتصال ثاني. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا. وبك أهلا. الأخت من أي منطقة؟ من ولاية الجلف، عين وسار. عين وسارة، ما شاء الله. شاركينا بتلاوة الأخت الكريمة؟ نعم، بسورة الجمعة. سورة الزمر. الجمعة. الجمعة. اقرأي ما تيسر منها، استعيذي وانطلقي وانتبهي للتوجيهات حتى نستفيد جميعا، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما وش عندي بعد إذنك بعد إذنك وش عندي وآخرين مد أربع حركات وش عندي حكم حكم الحكم في الهمزة هنا وش عندي حكم مد نعم لماذا مديتي حركتين نقرأ بالقصر البدل بقصر البدل إذن حكمه البدل نعم جيد وآخرين منهم واصلي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لماذا بهم بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فقط وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم نعم ذلك فضل الله يؤتيه ذلك فضل فضل استفيل اللام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جيد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وش عندي في التوراة؟ وش عندي في الحمار؟ تقليل ذوات الراء تقليل الراء في التوراة نعم وش عندي في الحمار؟ تقبل الراء إمالا من ذوات الراء لا في كلمة الحمار وش عندي التقليل النقطة على ما على أي حرفين على الميم على الميم إذا عندي التقليل في الراء في التوراة وعندي التقليل في الميم في الحمار صحيح نعم إذا لابد أن يكون التقليل مكافئا يعني متساويا أو قريبا مش بعيد يعني مثل الذين حملوا التوراة الحمار أعيدي من فضلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا جيد واصلي بيس مثل القوم الذين كذبوا كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين نعم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم فقط إن زعمتم نعم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين جيد ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين. شكرا للأخت الكريمة. أسألك فقط أين تعلمتي؟ عندنا مسجد في يعني المسجد. ما شاء الله، تقرأين على تقرأين في المدرسة القرآنية، يعني تجتهدين على شيخ يعني؟ على معلمة. معلمة، معلمة، ما شاء الله. كم عمرك الأخت الكريمة، الأخت كريمة؟ 19 سنة. ما شاء الله. شوفي واصلي على ما أنت عليه، تحفظين شيئا من القرآن؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله، زادك الله حرصا وربي يبارك لك إن شاء الله. قراءتك طيبة وذك طيب، حروفك صافية، واصلي على ما أنت عليه، جزاك الله عنا كل خير. إلا أني قد بينت لك فقط الأحرف آخرين منهم لما يلحقوا بهم، هذا حرف بيني فلا أغرق يعني في حال الوقف عليه، لا أجري الصوت فيه. بارك الله فيك الأخت الكريمة. طبعا ننبه إلى هذا الشيء المهم اللي هو الوقف على الحروف البينية. الحروف البينية قال وبين رخو والشديد لين عمر اللي هي اللام والنون والعين والميم والراء، هذه حروف بينية حقيقة كما قال صاحب الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية، أن هذه الحروف حقيقة هي حروف متوسطة بين الرخاوة والشدة، لكنها تختلف في حد ذاتها من حرف إلى آخر من يعني شدتها إلى نسبة رخاوتها. ولهذا إذا قريت أنا وتوقفت على الحرف لا أجريه حتى يصير وكأنه يكتسب صفة الرخاوة كما قرأت الأخت، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لا بهم فقط. كذلك النون لا أقف عليها، والله لا يحب الظالمين، لا أقول هكذا إنما أقول والله لا يهدي القوم الظالمين فقط. ما عدا هذا فقراءة الأخت من عيون سارة قراءة طيبة، جزاها الله كل خير عنا، وإن شاء الله ربي يوفقها إلى ما هو أفضل وأتقن وأضبط. معنا اتصال ثالث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا الأخ الكريم. شيخنا وشراكم لباس. الله يبارك فيك. من أي منطقة؟ ما اسمك من أي منطقة؟ هيثم من ولاية برج بواريج. أهلا أهلا بهيثم من برج بواريج. منين من البرج؟ برج الغدير. برج الغدير، ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك فيك. الله يبارك فيك. وش راهم الناس البرج؟ لا بس الحمد لله. سلموا عليكم وأهل الزمان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعلم الله أن نحب أهل سطيف وأهل البرج وأهل برج غدير وأهل رأس الواد وأهل الخليل، كلهم ما شاء الله ناس طيبين، ناس كرماء، ناس أهل القرآن، ناس أهل الفضل، ما شاء الله. الله يبارك فيك شيخ. الله يبارك فيك. هيثم تشاركنا بتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَرَضُوا. قرب الهاتف من فضلك يا هيثم. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين هيثم أولئك مأواهم، أعد من فضلك، قرب التليفون ما تبعدش تليفون هيثم. أولئك
مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها وتحيتهم سلام. أعد وتحيتهم يا هيثم. وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. واصل. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم الشر بالخير. أخلص مليح الراء. ولو يعجل الله للناس الشر. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء أنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يا هيثم. نعم. بارك الله فيك ما شاء الله. وإن كانت مكالمة راهي يعني الاتصال راه ضعيف شوية ولعل الشبكة ممكن مع لكن ما شاء الله. هل قرأت على شيخ أم عصامي؟ الشيخ عصام. نعم. لا قصدي قريت وحدك ولا قريت على شيخ؟ قريت وحدي. قريت وحدك؟ عصامي انت. هو ما شاء الله يعني أداءك طيب وحروفك ما شاء الله، وإن كانت تخفى أحيانا من صوتك بعض الحروف وتظهر بعضها، لكن في العموم ما شاء الله أداءك طيب. لو اجتهدت والحمد لله في جهة برج الغدير عندكم زاوية ما شاء الله، صحيح؟ نعم كاين زاوية تجاه. نعم، لكن وعندكم كذلك طلبة تاع قرآن ما شاء الله، وعندكم يعني أهل القرآن والحفظة والمتقنين، ما يعني لو اجتهدت أن تقرأ على شيخ يكون أفضل وأفضل يا هيثم، ما شاء الله عندك أداء طيب وصوتك طيب. بإذن الله شيخ، بإذن الله. الله يتمم عليك الخير وبارك الله فيك. شكرا شيخ، بارك الله فيك. الله يجازيك ما شاء الله، ما شاء الله هيثم، شكرا شكرا، بارك الله فيك هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا يثلج صدرنا ويشنف آذاننا مثل هذه المشاركات. الحمد لله، كنا في وقت مضى كنا قد لا تجد من يتقن قراءة القرآن على نحو قريب من هذا، والحمد لله أصبح الناس في إقبال على القرآن، أصبح الناس يقبلون على القرآن يتعلمونه ويعلمونه بل يعني يجتهدون في أشياء أخرى تتعلق به، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى علينا نتقلب فيها صباح مساء، الحمد لله. فجزاك الله عنا كل خير أخي هيثم على هذا الأداء وهذه المشاركة. طبعا في هذا الوقت اليسير نواصل فقط السؤال اللي كنا قد بدأنا به، كيف أرتب، هو السؤال على هذا النحو كيف أقرأ القرآن، لكن قلت كيف أرتب وقتي في أن أقرأ القرآن، فانتهينا إلى أن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا تلاوة القرآن
ويسره على ألسنة البشر كما قال ابن عباس حجة علينا. ثم بعد ذلك تجد من الناس من يعزف عن قراءة القرآن ويجتهد في أشياء أخرى قد لا يستفيد منها أبدا، لا سيما أن القرآن الكريم ينال الإنسان منه شرفا وذكرا وعلوا لا يضاهيه أي علو في الدنيا والآخرة، ينال منه البركات، ينال منه الفضائل العظيمة والكثيرة. فلا يزهد الإنسان أبدا في أن يجعل لنفسه وردا من القرآن يعني يقرأه ويواظب عليه ما تيسر منه. والحمد لله أن يسر الله لنا يعني قراءة القرآن، لم يكلفنا بأن نقرأ هذا القرآن صباح مساء. إنما لا يجوز ولا ينبغي أن يقول الإنسان أنا مسلم ثم تجده يزهد عن كلام الله سبحانه وتعالى. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، عالم أن لن تحصوه. لا يستطيع الإنسان أن يشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى من صباح من الصباح إلى المساء، لا يستطيع، لأن الإنسان ضعيف، لأن الإنسان يحتاج أن يأكل، يحتاج إلى أن يسعى إلى عمل يعني يغنيه عن السؤال فيأكل به ويشرب، يحتاج إلى النوم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى أحصى لنا هذا الأجر وعلم أن فينا ضعفا فراعى فينا هذا الضعف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقرأ القرآن وأن نرتله كما كان يقرأه نبينا صلى الله عليه وسلم على نحو صحيح، فيجتهد الإنسان في قراءة القرآن حتى ينال فضله العميم. هذا طبعا من أيسر الأعمال، لا سيما ونحن مقبلون أو في شهر شعبان مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا يزهد الإنسان عن أن يقرأ من القرآن الشيء اليسير ثم يعود نفسه على أن يواظب ويحمل نفسه على الخير، فالنفس إن لم تحملها على الخير حملتك على الباطل، حملتك على الباطل. والنفس كما قال الشاعر كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويوفقنا معكم لأن نكون من قراء كلام الله سبحانه وتعالى المواظبين على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. طبعا انتهى وقت المشاركة بتلاوة إخواننا وأخواتنا، ننتقل معكم إلى ركن القراءة النموذجية بعد هذا الفاصل ثم نعود. نعود معكم وإليكم، والعود أحمد بعد هذا الفاصل لنقرأ جزءا أو ما تيسر مما بقي لنا من أواخر سورة الصافات. وصلنا إلى قول الله تعالى أفلا تذكرون، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما
مَا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأفضل هذا ما تيسر تلاوته وتيسر بيانه أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المخلصين القائمين على القرآن القائمين على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أسأل الله أن يبعث فينا
هذا الخير وأن يوفقنا له إليه دائما بإذن الله. نشكر كل إخواننا الذين شاركونا بالتلاوة ومن شاركونا بالنصائح وطبعا بالمشاركات عبر الصفحة صفحة البرنامج الذي يظهر أسفل الشاشة. نشكر كل القائمين على أن تخرج هذه أو هذا البرنامج في هذه الحلة. في الأخير أقول لكم إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.